هل في المدرسة ليها دور؟ يعني انت كأم ممكن اتواصل مع المدرسة علشان نعدي الفترة الأولى في سنة أولى دراسية للأولاد؟ يعني في أمهات مثلا بتجيب هدايا وتروح تديها للمدرسين وتقول لهم ادوا الهدايا دي للولد مثلا أو للبنت علشان ما تحس إن هي في حافز ليها، فرحانة بلعبة أو أي حاجة من ده، ممكن تعمل ده الأم؟ بصي، هو بصراحة أنا يعني دلوقتي المدارس هي اوريدي بتعمل كده، فبلاش أكون بتدخل بصورة زيادة، خلي الدنيا تمشي زي ما هي، يعني تمشي زي ما هي. ليه؟ عشان ما عودش الطفل دايما ماما معاها الحلول السحريه لكل مشكله انا اتعرض ليها، مش عايزاه يحس بكده. انا عايزاه انك تعتمد على نفسك، شخصيه معتمده، يو كان، انت تقدر، يعني انت عندك الابيليتي. عارفه ساعات من كتر ما بنساعد ولادنا بنحسسهم بالديسابيليتي، بعدم القدره، مش هقدر اخد خطوه. خاصه عندهم اعتماديه بشكل أشكرك. كبير. اشكرك، انا عندي اعتماديه، مش هعرف اخد خطوه من غيرك. لا، انا مش عايزه طفلي يبقى كده، انا عايزاك تكون قادر ان شاء الله، يعني انك تكون قادر تعمل حاجات بنفسك. فكده كده احنا بنشوف المدارس اول يوم بيكون في حتى بيخشوا بابا، انا في البيرنتس افتكر مع بنتي دخلنا اول يوم ووقفنا معاهم شويه ورحبوا بيهم وجاب لهم كاندي صغنن كده، وكان في جاردن كده قعدوا فيها شويه، وبعدين ابتدوا يخشوا في الفصول واحده واحده كده، حتى الفصول شكلها بيبقى مختلف في اول سنه. فلا، المدارس كده كده شغاله، بلاش اتدخل بصوره زياده، سيبها زي ما هي. ساعات كتير من حبنا لاولادنا بنخاف عليهم زي ما حضرتك قلتي، بيبقى فيه خوف مبالغ فيه في بعض الأحيان، وكمان بنحاول دايما نبقى معاهم في كل تفصيلة صغيرة. وعايز بس حضرتك توضح الفكرة دي، يعني مثلا هو رجع البيت فلما يكبر شوية لازم أنا أذكر له، لازم أقعد معاه أشوف هو خد إيه النهاردة. الطفل بيكبر ما بيعرفش يعمل الحاجة إلا من خلال باباه أو مامته. حقيقي. ازاي اتجنب المسار ده، الطريق ده، ان انا ازاي اخلي ابني من دي 1 او من اليوم الاول يتعلم ان هو يحصل دروسه لوحده من غير مساعده الاب والام؟ من خلال حاجتين بقى، انه الاتفاق والتخطيط، دي مهارتين برضو ايه اشتغل عليهم الاول، وحتى وطفل لسه ايه صغنن كده. يعني ايه اتفاق؟ يعني انا او قبل دخول الدراسه، صغير بقى او كبير على حسب مستوى العمر للطفل، احنا هنتفق داخلين على ايه وهنخطط هنعمل ايه مع حاجتين مع بعض كده. طيب الاتفاق انه هيحصل كذا وهنروح وهنرجع كذا، مثلا كنا بنستخدم التاب او الموبايل لوقت معين، ده خلاص في ناس بتشيله خالص وفي ناس بتخليه في الويك اند بس، ده اتفاقات لازم تكون مسبقه. وفي الاتفاق ده حلو، ايه رايك؟ مش ده احسن عشان نلاقي وقت؟ فانا بحسسه ايه؟ لا، ده انت معاك الباور، ده انا باخد رايك. طب يعني في الاخر احنا كده كده ما احنا هنقوله تفتكر يعني لو احنا استخدمناه كل يوم ده هيخلينا ما نفكرش. ما خدي بالك بقى، احنا في الاخر هنوصل للصح كده كده. دينا متضايق من التربيه الايجابيه قوي من قبل حسيت لما اتكلمت معاها. لا، هي فكره، على فكره معاها كده، احنا اصلا فاهمين التربيه الايجابيه غلط، والميديا مسوقه سمعتها بشكل صعب. هي بتعتمد على الحب والحزم، ومن ضمن ادوات التربيه الايجابيه الاساسيه ممنوع الدلع، متخيلين؟ عشان كده ده مدرسه هي دلع بس. لا، مدرسه التربيه الايجابيه ما فيهاش دلع، لان الدلع لازم يبقى في حوار وتواصل واقناع، واتفاق. وفي الاخر البيرنت، اب او ام، هو الليدر. يعني في حد الشعار بتاع التربيه الايجابيه انا بحبك، والاجابه لا مش هينفع، مش من ضمن مبادئنا، مش من ضمن قواعدنا، مش هينفع نكون بمخربين، مش هينفع نكون ما بنحترمش الاخر. ملوش علاقه بالتربيه الايجابيه، ده ما فيهوش تربيه اصلا. يعني ما فيهاش حاجه اسمها كده. لازم في اوقات معينه الاب والام يبقوا حاسمين جدا. لا، احنا دايما بنقول الحب والحزم دول ماشيين سوا، زي الرجلين او زي الشهيق والزفير. انا بحبك وبرضه لا، يعني انا بحبك في كل الاوقات بس برضه مش هينفع. فدي نقطه مهمه جدا يعني.